اهلا بيكم، كل سنه وحضراتكم طيبين. كل سنه وكل مصري مسيحي طيب. في بدايه حلقتي ببعت لكل مصري مسيحي رساله تهنئه وعزاء وكلمه. التهنئه بمناسبه عيد القيامه المجيد اللي بدات منذ دقائق، صلوات اللي بيرأسها قداسة البابا توادرس رأس الكنيسة الأرثوذكسية. كل سنة وكل مصري بخير، وكل سنة وكل مصري مسيحي محتفلا بعيد القيامة المجيد. العزاء طبعا خالص العزاء، وهم بيحتفلوا اليوم بعيد القيامة المجيد خالص العزاء لأنفسنا أولا كمصريين، ولكل مصري مسيحي فقد ابن أو أخ شهيد نسأل الله له الجنة. أما الكلمة أو النصيحة، وأنا بعتذر عن استخدام كلمة النصيحة، خلينا نذكر كل مصري مسيحي على أرض مصر إن مفيش حاجة اسمها فتنة طائفية بينا، وإن مهما أي حد حاول يفرقنا خلينا نرجع إلى القاعدة، المصريين كلهم نسيج واحد. دقائق منذ حوالي ساعة بدأت فعلا هذه الصلوات اللي بيأمها أو بيرأسها قداسة البابا توادرس. وأنا ببعت الرسالة دي إلى كل مصري مسيحي، عايز أقرأ لكل مصري النهاردة رسالة من ضابط جيش مصري، من ضابط جيش مصري واقف على الحدود وبيضحي وجاهز للتضحية بروحه. الرسالة متناثرة ومتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدا الفيسبوك. عاوز اقرا الرساله دي لحضراتكم وعايزكم تركزوا فيها. الرساله من ضابط جيش مصري بيبعتها لكل مصري النهارده، بيقول له فيها ايه؟ مساء الخير على الجميع، لو سمحتوا لي عاوز افضفض معاكم شويه. اولا انا ضابط مصري مسلم، ضابط بالقوات المسلحه. ثانيا انا بقالي يومين بتفرج على المنشورات والتعليقات والصراع الفكري اللي حصل بين كذا مجموعة في جروبات مختلفة. ناس شايفة ان الامن ورجاله مقصرين. الرسالة دي كتبها الضابط بعد احداث الكنيستين الاسبوع الماضي. وبيكمل ناس اصيبت في فرحتها بعيدها وحانقة على الدنيا كلها. وناس بتدافع عن راية الاسلام وتبرر مع ان الاسلام اسمى واعلى من دفاعهم السفيه. ومجموعة مش عارف اوصفها بايه، مش فارق معاها الدم اللي ملى شوارع مصر، واطفال ونساء ورجال عزل اتقتلوا وهم في دور عبادتهم. ثالثا وده الاهم، اسمحوا لي اقول لكم شوية حقائق. وانا ارجو منكم السادة المشاهدين تركزوا في كلام القادم اللي بيقوله ابن وابنك وهو ضابط جيش مصري. بيقول انا شغال كضابط بقالي 12 سنة وعمري ما فرقت بين عساكري ان ده مسلم وده مسيحي، ولما بقعد اكل بيبقى جنبي ضابط مسيحي بيناكل في نفس الطبق. انا ضابط جيش، ومن بعد ثورة 25 يناير اشتغلت شغل ضابط شرطة، واشتغلت بواب على الوزارات والسفارات، ودوريات في الطرق، وحرب ضد إرهابيين ومجرمين وتجار سلاح ومخدرات، ونزلت وزعت تموين ووزعت عيش وأمنت انتخابات وأمنت أسئلة امتحانات وحاجات تانية كتير قوي، لدرجة إني ما بقيتش فاكر إيه اللي عملته وأنا مش ملزم بيه. هو بيقولك إن في حاجات عملها مش دوره كضابط جيش. حضراتكم بيكلمك، أنا حضرت جنازات لزمايلي أكتر ما حضرت أفرحهم. ما سألتش نفسك ليه في أي جنازة عسكرية للشهداء إحنا كضباط بنصمم إن محدش يشيل النعش إلا زمايل الشهيد الضباط؟ ده حضرتك علشان أوقات كتيرة جدا النعش بيبقى مفيهوش جثمان، وكل اللي موجود فيه كيس في حوالي 3 أو 4 كيلو من الأشلاء، أشلاء الشهيد اللي استشهد يعني. بيكمل ضابط الجيش في رسالته إلى المصريين كلهم، سهل جدا تأمن فرد زي لاعب الكرة ميسي أو وزير بأنك تحشد مجموعة كبيرة لتأمينه، بس أنتوا عارفين
يعني ايه تأمن كنايس مصر كلها في توقيت واحد؟ عاوز اقول لكم حاجة، انا ما نمتش من زمان. انتوا عارفين انا سايب بيتي واهلي ومودعهم من امتى؟ ده عشان اطلع تأمين لاعياد اخواتنا المسيحيين وانا مسلم، علشان انفذ وصية رسول الله عليه الصلاة والسلام فيهم، وعشان هم مصريين. انا وزمايلي بنحارب في سينا عشان انتوا تعيشوا وتقدروا تبنوا مصر من تاني. مصر هتتبني بجهدكم وعرقكم وفكركم، بس الفكر والنقاش الصح اللي هدفه انه يبقى احسن، مش الخناقه اللي شغاله بقالها يومين. انا عمري ما خفت من رصاصه حتى اللي رشقت في جسمي، او خدت حياه صديق عمري اللي واقف جنبي، او انهت حياه العسكري بتاعي اللي فداني بروحه. بس صدقوني، كلامكم وتجريحكم فينا وكلامكم علينا اننا مقصرين في حقكم بيبقى اقوى عليا من الرصاص، اقسم لكم بالله. انا حزين من امبارح ومبيت في الشارع وبكتب لكم وانا دموعي في عيني، ان بعد ده كله لسه في ناس مش حاسه بقيمه تضحيات كبيره بتحصل عشان انت تعيش، وكله بيتهمنا بالتقصير وبيفجر غضبه علينا عشان التفجيرات اللي تمت. طب سألت نفسك كم تفجير اتمنع؟ الضابط بيقول لك انت زعلان عشان تفجيرين حصلوا في كنيستين. سألت نفسك في المقابل احنا منعنا كم تفجير؟ بالنسبة للضابط اللي حضن الارهابي، قصده على الضابط الشهيد عماد الركيبي، واستشهد عشان يقلل المصيبة، انت عارف في كم واحد عمل زيه؟ اقسم بالله إننا بنموت في اليوم 1000 مرة. أنا تعبت منكم ومن تفكيركم، وأنا اللي بشهد ربنا عليكم وعلى كل الكلاب اللي عاملين الدين ستارة بيستخبوا وراها عشان يقولوا ويفجروا ويرهبوا البلد دي وأهلها. اللهم إنا نشهدك إننا استوصينا بأقباط مصر خيرا. اللهم إنا نشهدك إننا نصرنا دينك وقاتلنا الطائفة التي تبغي. اللهم إنا نسألك إحدى الحسنيين. اللهم إنا أمناك مصر فاحفظ وديعتك. اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. أنا آسف إني طولت عليكم وعارف إن محدش هيقرأ، ومتشكر للي اهتم وقرأ. دي رسالة من ضابط جيش مصري. عايز أقول لكم يا أخوانا، وإحنا عمالين نكتب على مواقع التواصل الاجتماعي وعمالين نبوأ ونزعق، وكله قاعد على المكتب ولا قاعد على الكافيه ولا قاعد مع حبوبته، ما بيبقاش في بالنا ان في روح معنوية لضباط مصريين سواء شرطة او جيش محتاجين ان احنا نرفع روحهم. ده صعب بعد كده وهو بيقولك انت باصص لكم حادثة ارهابية حصلت. طب لو سمحت فكر في المقابل احنا كم حادثة ارهابية منعناها. الكلام اللي قاله الضابط ده وردت فيه جملة ان هو بيتكلم على تجار الدين اللي بيستغلوا الدين وبيقنعوا شباب بيعملوا لهم غسيل دماغ عشان يفجروا انفسهم. دي فكره تجديد الخطاب الديني اللي بيدعو ليها الرئيس عبد الفتاح السيسي ربما من قبل ما يجي السلطه. النهارده عايز اكلمكم عن عنوان فقره اسمها الرئيس والامام. الرئيس هو عبد الفتاح السيسي، الامام هو فضيله الامام الاكبر شيخ الجامع الازهر دكتور احمد الطيب، الرئاسه ومشيخه الازهر. في مشكلة، خلينا نعترف بده، في أزمة مكتومة في العلاقة بين الرئاسة والمشيخة، بس هي مش أزمة فيها شخصنة، يعني مش شخص السيسي مختلف مع شخص الإمام الطيب أبدا. أنت أمام رئيس دولة عسكري، جنوده بيسقطوا، مواطنيه اللي هم أو مواطنون اللي هم اللي هو أمين على حفظ أرواحهم بيسقطوا، شهداء بحكم مسؤولياته، شايف ان الامن او محاربة الارهاب بالقوة العسكرية والامنية ده هيأتي رابع او خامس حاجة، وانا متفق معاه في ده، وشايف ان الازمة الكبرى ان احنا محتاجين لخطاب ديني جديد يناسب العصر وننقي مناهج التعليم الازهري ونبعت خطباء للمساجد يراعوا الله فيما يقولوه من لغة العصر. الرئيس عبد الفتاح السيسي خاطب شيخ الازهر اكتر من مره وقال له عايزكم تجددوا الخطاب الديني. تعالوا نسمع جزء من اللي قاله الرئيس عبد الفتاح السيسي
لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب. الكلام ده أنا بقوله هنا في الأزهر هنا أمام رجال وعلماء الدين، والله لأحاجيكم يوم القيامة أمام الله سبحانه وتعالى على اللي أنا بتكلم فيه ده دلوقتي. أنت مش ممكن تكون وأنت جواه حاسس بيه، مش ممكن وأنت جواه تكون حاسس بيه، لازم تخرج منه وتتفرج عليه وتقرب فكر مستنير حقيقي. ده أنت محتاجين تتوقفوا بشدة، وأنا بكلم بقول تاني إحنا محتاجين ثورة دينية. يبقى الرئيس عبد الفتاح السيسي بيقول محتاجين ثورة دينية. بيلفت الانتباه قبل حادث الكنيسة البطرسية والكنيستين الأخيرتين. هو شايف إن في فكر إرهابي منتشر بيأثر على الشباب. أفكار لأبو الأعلى المودودي لابن تيمية للكلام، حاجات كتيرة جدا. بس رئيس الجمهورية يروح لمين؟ بيروح لرأس المؤسسة الدينية، مؤسسة الأزهر. وجرى كلام كتير بين الرئيس وبين فضيلة الإمام. فضيلة الإمام له وجهة نظر أيضا، يعني البعض هاجمه في فكرة إزاي ما تكفرش داعش. أنا سألت بعض علماء الأزهر، أنا اندهشت يعني إيه فضيلة الإمام ما يكفرش داعش؟ قال ما هو فضيلة الإمام ده عنده نصوص دينية مقدسة، ما ينفعش يكفر واحد بيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. لكن بيقول إن فضيلة الإمام قال دول أفسدوا في الأرض ويجب أن يطبق عليهم حد الحرابة، يعني يقتلوا. يعني مشيخة الأزهر بتقول لك لا خدهم قتلهم. هو بس التكفير وعدم التكفير الأزهر طوال تاريخه ما كفرش. البعض دخل همز ولمس، وعايز أقول لك إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو بيوجه كلمة للأمة عقب أحداث الكنائس الأحد الماضي وجه رسالة لرئيس البرلمان دكتور علي عبد العال وقال له شوفوا لكم حكاية أو حاجة في تجديد الخطاب الديني. ده الأول مرة الرئيس السيسي هنا بقى خلي بالك ما بيخاطبش شيخ الأزهر، لا ده بيخاطب رئيس البرلمان. هل الرئيس السيسي سكت؟ في كل مرة بيطالب مشيخة الأزهر بتجديد الخطاب الديني. تعالوا نشوف فيديو تاني. مرة تانية عشان ما تفهمونيش غلط، مع كل التقدير والاحترام للخطيب، خطيب الجمعة، دي أمة بيتعاد صياغتها. أمة بيتعاد صياغتها بعد حالة تشرذم لسنين طويلة فاتت ونتج عنها اللي احنا فيه ده، مش اللي احنا فيه في مصر بس. خلي بالكم الناس بتقتل محمد بيقتل محمد، وعبد الرحمن بيقتل عبد الرحمن، وبيقول الله أكبر. انتوا مش واخدين بالكم ولا ايه من عظم من القضية اللي احنا بنتكلم فيها؟ ده احنا والله هنتسيل. وانا لتالت مرة بتكلم هنا، وفجأة بعد كده يقولك طب انت هتحرم الخطباء من الاجتهاد. طب انا هرد عليكم رد بالمصلحة، يعني اجتهاد 100,000 ولا 90 مليون، او العدد المسلمين في 90 مليون؟ اقول تاني، اجتهاد 100,000 اللي اقدر اعوضه بندوات ودراسات ومسابقات اعملها، ولا ان انا اشرزم فكر وعقل بيخش جوه المسجد؟ الدكتوراه اللي معاه دكتوراه في الطب والهندسه وغيره وبيخش فيها الراجل البسيط. عايزين نبقى مطمنين انه بيتلقوا كلام كلنا، ما قلتش انا اللي بقوله، وما قلتش حد بعينه بيقوله، قلت ده لجنه تدرس وتقعد تقول عشان تنقي وتطلع افضل ما يمكن تقديمه للقضية اللي احنا بنتكلم فيها او الموضوع اللي بنتكلم فيه. بس كده انا فوجئت بعد كده ان الموضوع على طول الدكتور كان متحمس، راح طالع على طول مدي تصريح هنعمل خطبة موحدة. احنا كده بنختزل الموضوع يا جماعة، احنا كده بنختزل الموضوع يا جماعة.
يعني فضيلة الإمام كل ما أشوفه أقول له يا فضيلة الإمام أنت بتعذبني، فيقول لي أنت بتحبني ولا حكايتك إيه؟ أقول له يا فضيلة الإمام لا بحبك وبحترمك وبقدرك. صحيح. إياكم تكونوا فاكرين غير كده تبقى مصيبة. فضيلة الإمام الرئيس السيسي بيقول لك أنا بحبك بحترمك بقدرك. بس مش حل في تجديد الخطاب الديني هو وجود خطبة موحدة، لا، لازم شغل تنقية مناهج أزهرية، فرز العاملين داخل مؤسسة الأزهر، وده لا يقلل من قيمتك ومكانتك. بس عايز أقول لكم المؤسسة دي ضخمة جدا، فيها معاهد أزهرية كتيرة، وفيها عدد من العاملين فيها من أساتذة الجامعة وطلاب عشرات الألوف إن لم يكن مئات الألوف. مؤسسة ضخمة عمرها 1100 سنة. فيعني فكرة الحركة، هو للأمانة فضيلة الإمام الأكبر أو حركة مؤسسة الأزهر ليست بالسرعة اللي عاوزها الرئيس السيسي نتيجة الأحداث الإرهابية. تعالوا نرجع تاني إلى فيديو ثالث الرئيس السيسي خاطب فيه أيضا شيخ الأزهر. نسب الطلاق اللي عندنا نسب كبيرة قوي، وأنا بقول له طب إحنا بنوثق الزواج، طب إحنا واللي فضيلة الإمام قاعد موجود معانا النهارده نخلي الموضوع، يعني لما يكون في عدد 150 و 160 الف يتم طلاقهم في سنه ولا اثنين، ده معناه اسره شاب وشابه انفصلوا بما يعني ذلك، ثم اذا كان عندهم اولاد برضه بما يعني سلبيات هذا الانفصال على الاجيال. احنا هنفضل نخلي عمليه الطلاق بعد كده بيروح للمأذون وبيعملوا إجراءات، لكن إحنا كدولة معنية بالحفاظ على مجتمعها ما طلعش قانون. وأنا بقول الكلام ده لأن إحنا بنحافظ على أمة بدل ما تتحول لأطفال في الشوارع أو سلوكيات مش مظبوطة، ما نطلعش قانون ويقول إن لا يتم الطلاق إلا أمام المأذون عشان ندي فرصة للناس إنها تراجع نفسها، ما يبقاش بكلمة بيقولها كده. ولا يا فضيلة الإمام تعبتني يا فضيلة الإمام، خلي بالكم أنا بس حبيت أدلل لكم قد إيه البيان اللي بيتقال واللي بيكون موجود نقدر، هو البيان رقم لكن الرقم ده دلالة، والدلالة تحرك، الدلالة تحرك عشان نتحرك نجابه دلالة الرقم. دي كانت الجملة الأشهر في عتاب الرئيس السيسي لفضيلة الإمام الأكبر، تعبتني معاك يا فضيلة الإمام. طبعا منذ بدء الرئيس السيسي في مطالبة الأزهر شيخا ومشيخة بتجديد الخطاب الديني، خلي بالك هنا بيتكلم مش بقى علشان الإرهاب، ده في قضايا اجتماعية زي الطلاق وانتشاره، ابتدى يقول له إيه؟ لا ده كمان في قضايا اجتماعية عايزكم تدخلوا فيها، لكن المؤسسة مؤسسة كبيرة قديمة عتيقة 1100 سنة، هي معقل السنة. لو مصر ليها قوة ناعمة رقم واحد وجود الأزهر في مصر. عايز أقول لك كان في دعوات في العالم الإسلامي السني تدويل منصب شيخ الأزهر، يعني مرة يجي لك شيخ تونسي سعودي أي حد، حصل ده مرة واحدة في التاريخ. بس نعمل إيه؟ أكيد ينبغي أن يكون هناك حوارا داخل الغرف المغلقة بين فضيلة الإمام الأكبر والسيد رئيس الجمهورية، يقعدوا مع بعض يتكلموا، مقام الرئيس والرئاسة محفوظ، مقام المشيخة محفوظ. لأن عايز أقول لك ده لما حصلت بقى سجلات ومسجلات إعلامية وصحفية، يعني مثلا حمد رزق كاتب مقال ويقف فيه وينتصر لفضيلة الإمام، بيقول أن تجاهل الإمام الأكبر لتهجمات البعض على المشيخة ترفع، وأعلم أن الإمام قد ضاق صدره وحدثته نفسه باعتزال الإمامة والعودة إلى مسقط رأسه. وبيقول أنه كان من الناقدين، ده حمد رزق الصديق العزيز،
ليه بعد ما يصدر عن شيوخ الأزهر. ومن الرافدين لبعض الوجوه الإخوانية الملتفة ثعبانيا من حول عمامة الإمام. لكن هذه السطور ليست دفاعا على الأزهر، فشيوخ الأزهر أقدر بالدفاع عنه. خلاصته ما جبل الأزهر على تكفير، ولو صدر عن المشيخة ما يشتم منه تكفير لشاع التكفير في مشارق الأرض. ده عبد الرزق بيقول لك لو أنت هتجبر الأزهر أنه يكفر داعش كمثال، لا التكفير هيشيع بقى كله هيكفر. وربما ده اللي محجم فكرة أن يصدر بيان عن الأزهر تكفير داعش، وإن كان الأزهر قال طبقوا عليه حد الحرابة الدواعش لأنهم مفسدين في الأرض. الزميل العزيز دكتور محمد الباز كتب مقالة وكانت في يناير الماضي، لماذا لا يستقيل شيخ الأزهر؟ بص مباشرة، وبيقول لو كنت مكان الإمام الأكبر لتقدمت باستقالتي فورا. وبيعلق أنت تعبتني يا فضيلة الإمام كلمة الرئيس السيسي للإمام، بيقول إنها من عفو الخاطر ولا وليدة بيقول لم تكن من عفو الخاطر ولا وليدة موقف عابر. محمد الباز بيقول لماذا كل هذا العناء الذي يبدو عليك يا مولانا، فإذا كنت تضيق بمسؤولياتك فلا أهون من التخلي عنه. ده سجال إعلام بقت المعركة إنجاز التعبير، معركة لصالح البلد والأمة وشعبها بالمناسبة. ما بين الرئيس والإمام هو عنوان مستمر منذ شهور، إلى أن كانت كلمة الرئيس الأحد الماضي للأمة، واللي نظر إلى رئيس البرلمان وطالبه بتجديد الخطاب الديني والنظر فيه. كده ندخل على سلطة تشريعية بقى، مش أزهر، المجلس الأعلى للإرهاب اللي هيتشكل هيتدخل في ده فيما يسمى بتجديد الخطاب الديني، وبالتالي سيضعف موقف مشيخة الأزهر في مسألة تجديد الخطاب الديني. معايا على التليفون الصديق العزيز والإعلامي دكتور محمد الباز. مساء الفل دكتور محمد. مساء الفل أستاذ محمد. لماذا طلبت فضيلة الإمام الأكبر بالاستقالة؟ الحقيقة طلبته بالاستقالة لأني أشفق على هذا العالم الجليل، كم العناء الذي يحمله على كتفيه. يعني نحن لا نشكك في وطنية هذا الرجل، ولا نشكك في خبره وعلمه وأستاذياته، خاصة أنه أستاذ فلسفة، ولا نشكك كمان في حرصه على أن يفعل شيء لصالح هذا الوطن. لكن المسألة هي ملاحظات على أداء المشيخة منذ 30 يونيو حتى الآن. ما هي هذه الملاحظات؟ الموقف الفارق، الملاحظات إذا أردت تلخصها في كلمة واحدة، فالشيخ الأزهر يريد أن يقف على الحياد رغم حتى ما يبدي أحيانا من بيانات تشجب وتدين وترفض بعض الأحداث، لأنه الحدث الفارق في حياد بين مين ومين يا دكتور باز؟ حياد يا فندم ما بين الفئتين المتصارعتين. احنا قدام فئتين متصارعتين الان، فئه تقف فيها مصر كلها وشعبها خلف القياده وخلف المؤسسه العسكريه وخلف الشرطه في حربها ضد الارهاب، وخلف جماعات تتقنع بالاسلام وتريد ان تخضع هذا الوطن، ولدي ما يدل على ذلك. يعني بس الحياد هنا دكتور باز مش فضيله، ده اتهام، انت بتتهمه. يا فندم انا بتهم طبعا، لانه لدي ما اقوله في هذا في هذا الاتهام. يعني انا لا استطيع ان اسقط من اداء مؤسسه الازهر البيان الصوتي الذي يعني اصر شيخ الازهر على ان يذيعه بعد فض اعتصام رابعه، والذي تبرأ به فيه من الدماء، والذي قال فيها انه لا يعرف. وكان هذا البيان يعني بمثابه الطعنه الكبرى في ظهر وطن يحارب من اجل البقاء. ثم لا أستطيع أن أسقط حرص شيخ الأزهر على مجموعة تحيط به في المشيخة، وهم معروفين بالاسم ومعروفين بالانتماءات، وبعضهم أصدر بيانات مكتوبة أيضا وبيانات صوتية أيضا كانت تصب في صالح جماعة الإخوان المسلمين بعد فض رابعة. وهؤلاء الأشخاص تمت الإشارة إليهم بشكل واضح في تقارير صحفية، وتمت الإشارة إليهم في برامج فضائية معلنة، ولم يتزحزح الإمام بل ضاق صدره بمن يتحدثون عنه. نعم. وشكى لي المؤسسة الرئاسة هذا الهجوم. الهجوم ليس على شيخ الأزهر. طيب. ولا على قيمته ولا على وضعه ولا على منصبه، لأن عايز أقول لك على حاجة. نعم. نحن في ورطة ضخمة جدا. يعني بمعنى إيه؟ بمعنى إن أنت حضرتك قلت في الكلام أنه الأزهر هو جزء أساسي من قوة مصر الناعمة. نعم. ودول كبيرة من الدول الإسلامية بتتعامل مع شيخ الأزهر فعلا تعامل رؤساء الدول. نعم. وتكن له كل تقدير واحترام وتكريم عندما يزوره. وعلى هذا الأساس نحن نتعامل حتى يعني بحساسية شديدة جدا
لأنه لا نريد أن نخسر هذه القيمة في العالم. لكن طيب. عندما يكون الأداء هستسمعك دكتور الباز، عايز برضو أسمعك، هسمع وجهة نظر النهاردة دكتور ناجح إبراهيم، كاتب مقالة في الشروق وهو معايا على التليفون. مساء الفل دكتور ناجح. اهلا وسهلا. مساء الفل يا استاذ محمد. حضرتك كتبت النهارده بتقول في جمل واضحه: لن يتم تجديد الخطاب الديني حقيقه في مجتمع مهترئ، لان تجديد الخطاب الديني يحتاج الى مجتمع قوي نابض حي فتي، دعوه وسطيه لا رجالتها الافزاز، عدل سياسي اجتماعي، محاربه بطاله، محاربه فساد، ازاله الطبقيه بين الناس. معنى كده ان حضرتك شايف ان الازهر بريء من فكره تجديد الخطاب الديني. يعني اولا يعني اود ان اوضح في البدايه انه هناك خلل كبير جدا في فهم تجديد الخطاب الديني. نعم. تجديد الخطاب الديني لن يتم في مجتمع مهترئ، ما فيش حزب قوي، ما فيش عدل سياسي، ما فيش عداله اجتماعيه، ما فيش اي فكر جديد. في واحدة مغنية ممكن تاخد 40 مليون عشان تحل محل عباس العقاد وطا حسين وتعلم الشعب، أو راقصة جاية عشان تعلم الناس مكان العلماء الأفزاز اللي كانوا قبل ذلك زي المزني وحافظ إبراهيم وما إلى ذلك. حينما يكون هذا المجتمع بهذه الطريقة، مين اللي هيجدد الخطاب الديني؟ هناك كلما تمت عملية يقول البعض شيخ الأزهر، شيخ الأزهر وكأنه أمير داعش. شيخ يتهمون شيخ الازهر انه لم يكفر داعش، ما فيش حياه ما تكفير، والا لو الازهر كفر داعش لاستوى معه في التكفير. الازهر يهدي ولا يكفر، الازهر ليست مهمته تكفير الخلائق ولكن تعليم الخلائق وهدايه الخلائق وارشاد الخلائق. الازهر ليس مسؤولا عن التردي في كل نواحي المجتمع، تردي اعلامي، تردي ثقافي، تردي فكري. أسباب تجديد الخطاب الديني لن يكون إلا لما يكون فيه حاضنة تحتضن هذا الشباب. في كل قرية في 10,000 شاب لا عمل لا أمل، لا في بطالة، في فوضى، كل هؤلاء ذخيرة للتطرف. المتطرفون لا يسمعون الأزهر حتى يخاطبهم. فين الدعوة الوسطية اللي قامت؟ كل الذين يقال أنهم إخوان حول شيخ الأزهر، كل هؤلاء أساسا لم يحضروا أبدا في أي لقاء لشيخ الأزهر، لم يحضروا أبدا، ومستقلين من زمان، والآن يكرر البعض أسماءهم. المشكلة ليست في شيخ الأزهر، المشكلة أكبر من ذلك. شيخ الأزهر هو الشيخ الأزهر الوحيد الذي لا يتقاضى مرتب في تاريخ مصر كله وتاريخ الشيوخ كله، ولا يقبل هدايا الملوك. لكن كون أنه هو يعترض على الدماء، ده من حقه أنه يعترض على الدماء أيا كانت. أنا شخصيا أعتبر أن فض ربع كان يحتاج إلى طريقة أفضل من ذلك، وكان يحتاج إلى التدرج، وكان يحتاج إلى حصار أطول من ذلك. مش ممكن أنا أسيب اعتصام 48 يوم وأفضه في يوم. هستسمحك دكتور ناجح، غير أنه هو اعترض على الدماء. هستسمح يعني أنه... دكتور ناجح. دكتور باز، تعليق حضرتك. تحياتي طبعا للدكتور ناجح، بقدره واعتز بيه واعتز باجتهاده حقيقه، وهو احد الوجوه اللي احنا يعني محتاجين فعلا لما يقوله، ومحتاجين فعلا لما يضيفه من اجتهاد. فاقدرك واحترمك يا دكتور. لكن اسمح لي انه انا يعني ما نقوله اشاره واضحه جدا. نحن امام حرب سياسيه يتم استخدام الدين فيها كسلاح. يعني الحرب مع داعش ليست حرب دينية، الحرب السياسية فيها استخدام الدين كسلاح. وإذا كانت هناك إشارة، نحن ضد التكفير على إطلاقه، وكتبنا في هذا ورفضنا في مبدأ التكفير نفسه. لكن هنا بستخدم التكفير لهذه الفئة الباغية كتكنيك بيحول دون دخول أجيال جديدة من الشباب إلى هذا التنظيم. هذا التنظيم تدخل شباب كثيرون مستندين، لأن المرجعية السنية الكبرى الإسلامي تقول أنهم مخربين أو فاسدين أو طالب بتطبيق حد الحراب عليهم دون تكفيرهم. التكفير هنا حد فاصل يقف أمام هؤلاء الشباب دون دخولهم هذا التنظيم. دكتور باز، دكتور ناجح ابراهيم بيقول جمل واضحه. دكتور ناجح ابراهيم بيقول لك ما فيش حاجه اسمها تجديد خطاب ديني وسط بطاله وعدم وجود عداله اجتماعيه و يعني اجلوا هذا الخطاب، تجديد الخطاب دلوقتي. يا سيدي الفاضل، القضيه ناخذها على اجمالها،
إدانة المجتمع وإلقاء اللوم عليه مسؤوليتنا احنا، ما من يطلق علينا سواء النخبة الإعلامية أو النخبة المثقفة أو نخبة حتى رجال الدين أو نخبة الباحثين مثل الدكتور ناجي. هذه تهمة نلقيها على المجتمع الذي من المفروض أن نأخذ بيده، الذي من المفروض أن نمد يدنا إليه ونأخذه إلى الأمام. لكن إلقاء التهمة على هذا المجتمع المفترق اللي تعليمه بايظ واللي صحته بايظة واللي الأفكار فيه بايظة واللي الفن بايظ واللي الإعلام بايظ، فنتوقف حتى نصلح المجتمع ثم نجدد الخطاب بعد ذلك. لا لا، عايز اقول لك نحن نفس الوقت لم اقصد ان على الاجمال اذا انا متفق معاك يا فندم، متفق معاك أيوة. انه احنا ناخذ بهذا المجتمع وفي نفس الوقت نقوم بتجديد الخطاب. دكتور، بس اخر سؤال، هل تعتقد ان استقاله شيخ الازهر يبقى حل للازمه؟ المنصب الان يا فندم يحتاج الى يعني الشيخ الازهر يعتصم بما يردده دائما بانه استقلاليه المؤسسه الدينيه. نحترم استقلاليه المؤسسه الدينيه، لكن دكتور بس سؤالي مباشر هذه فتره. نعم يا فندم، نعم يا فندم، سؤالي مباشر. الشيخ الازهر، نعم يا فندم، استقاله الشيخ الازهر الدكتور احمد الطيب بادائه وبافكاره وبطريقه تعاطيه وتفاعله مع الاحداث، استقالته ستكون حل لكثير جدا من المشاكل. من الشخصيه اللي ترشحها دكتور عباس؟ سواء نعم، من الشخصيه اللي ترشحها تتولى؟ لا ارشح كثيرين يا فندم. انا ارشح شاب نابه جدا اسمه الدكتور اسامه الازهري، ارشح الدكتور علي جمعه بما لديه من افكار وقدره على التجديد وقدره على المواجهه وقدره على خوض المعركه. يعني ارشح كثيرون، مصر فيها كثير جدا نقدر نتعاون. دكتور نجح، هل تعتقد ان الحل في استقاله فضيله الامام الاكبر دكتور نجح؟ ليس حلا، يعني استقاله الشيخ الازهر لن توقف تفجير الكنائس ولن توقف داعش عن غيها ولن توقف هذا يعني نريد حلولا استراتيجيه كامله متكامله، مش حلول جزئيه. يعني احنا شلنا هشام جنينه ثم بعد ذلك ثبت ان ما قاله من الفساد ان في فساد اكبر من ذلك يعني، وهكذا بنتسرع دايما في ادانه الناس ثم بعد ذلك يسبب ذلك خسارة. انا خايف ان استقاله الشيخ الازهر تسبب خساره معنويه لمصر فوق الخسائر التي لحقت بها من خسائر معركه ابو تريكه وما الى ذلك. يعني في معارك كنا في غنى عنها زي معركه ال 500 اعدام التي لا نفذت ولا حاجه، بس تصور العالم كله انها نفذت. في معركه زي بتاعه ابو تريكه كنا في غنى عنها، في معركه زي دكتور نجح تعتقد كنا في غنى عنها. كل المعارك دي معارك بتعطل الوطن. دكتور نجح تعتقد ان عام 2017 في نهايته هيكون الامام الاكبر الدكتور الطيب على كرسي في المشيخه، ولا ترى قراءه سياسيه كده انه لن يكمل؟ هو انا عايز اتفضل دكتور، انا اقول شيئا مهما، ان الشيخ الازهر الدكتور احمد الطيب من الناس الزهاد، من الزهاد الذين تربوا على الزهد والصبر والرضا، والذي يتحدث عن الشيخ الازهر يعني موقفه مهتز. الشيخ الازهر ظل الاخوان يشتمونه في جامعتي ويقولون بابا الازهر عاما كاملا، ويكتبون ذلك على جدران جامعتي. كل ذلك تحمله الشيخ الازهر في صبر، وهو الشيخ الوحيد عف اللسان، لم يرد على احد من الذين شتموه ليل نهار من كل الفرق. المشكله هي ان البعض لا يريد استقلالا للازهر، يريد الازهر ان يكون تابعا لاحد. الازهر زي الداعيه، لا يصطدم مع الحكومه ولا يكون ضدا لها ولا يكون في الوقت نفسه تابعا لها او يعني مؤتمرا بأمر. الأزهر أكبر من أن يكون تابعا لأحد، لا الإسلام السياسي، جماعات الإسلام السياسي زي الإخوان تريد. بس فضيلة الإمام هيواجه الضغط السياسي والإعلامي إزاي؟ ما هو يعني بشر. هو الإمام يواجه ضغطا منذ أن بدأ 30 يونيو، الإخوان يشتمونه والعلمانيين يشتمونه والصحفيون يشتمونه والإسلاميون غير المدرسة الوحيدة التي لا تشتمه في الحركة الإسلامية هي حزب النور وسلفية اسكندرية، الكل يشتمونه ويهاجمونه ظنا منهم أنه يعني حينما يترك المصر. أولا شيخ الأزهر الشيخ أحمد طيب رجل تربى على الزهد ومن بيت صوفي، بيت كرم وجود وزهد، و
ولا يهمه المنصب في اي شيء. اخر سؤال دكتور ناجح، اخر سؤال، لو خرج الشيخ الامام الدكتور الطيب من المشيخه، ترشح مين يكون شيخ الازهر؟ يعني انا ممكن يعني انا هيحزنني طبعا خروج الدكتور احمد الطيب، لكن يعني انت في شيخ الازهر اصلي تقديرك انت ترى من هو يعني؟ واحده بس اقول لك، يعني مش عايز واحد يشتم الناس، نعم، ويشتم ده ويعمل ده. انت عايز تحط معايير الاول. مقام شيخ الازهر هو رجل نظيف اليد، المعايير دي لا تنطبق على اي شيخ الان، عالم كبير جدا يتقبله الجميع، يعني ما هذه المعايير لا تنطبق على اي شيخ الان؟ لا تنطبق، بس انا مش في ذهن حد، يعني مش عارف هل الدكتور احمد عمر هاشم يعني صحته وحالته تسمح، وهو مقبول من الجميع ورجل عالم حديث. دكتور الباز كان بيرشح دكتور علي جمعه، ليك راي؟ والله يعني الدكتور علي جمعه احدث طفره كبيره جدا في دار الافتاء، وحول دار الافتاء من عمل فردي الى عمل مؤسسي، وميز الدكتور علي جمعه انه درس الاداره والتجاره، وهو رجل اداري قوي جدا جدا جدا، ولا ادري يعني احسن حاجه فيه. لكن ما ينفعش شيخا؟ لا، ما اقدرش اقول كده، هو مقامه اكبر من ان يعني انا اقول ذلك، لكن يعني عليه ان يترك بعض الحده في مواجهه الخصوم حتى يكون شيخا للجميع. انا بشكرك دكتور ناجح ابراهيم، وبشكر صديقي العزيز دكتور محمد الباز رئيس مجلس اداره ورئيس تحرير جريده الدستور. زي ما انتم شايفين قضيه مهمه جدا ومثاره، وفيها تنابز سياسي واعلامي، تقدير السياسي، وقد اكون مخطئا ان ربما لن يكمل فضيله الامام عام 2017، الضغط السياسي كبير، ضغط إعلامي، وربما يفضل الاستقالة زي ما قال صديقنا العزيز أستاذ حمدي رزق. عايز أروح لخبر مفرح النهاردة، مصر بتنتج أخبار حلوة. نور الشربيني فتاة مصرية رائعة رياضية، جابت لنا بطولة العالم في الإسكواش في الجونة، اللي اتلعبت في الجونة بعد ما تغلبت على رنيم الوليلي في المباراة النهائية. المصريين عايز أقول لك مكتسحين الإسكواش. اعرضوا يا شباب على الشاشة كده، يعني احنا معانا مداخلة. ده ترتيب الإسكواش في العالم، الرجال والسيدات. شوفوا مصر واخدة 3 من 5 في ترتيب الرجال، وادي علم مصر، تعرفوها ازاي من علم مصر، واخده 3 من 5 في ترتيب السيدات، ادي نوره اهي اول واحده. يعني خبر رائع لما يبقى عندك فتاه مصريه كده تتصدر مركز اول وتفوز ببطوله عالميه كبيره، وهي بطوله الاسكواش. يعني معانا على التليفون الناقد الرياضي كريم ابو حسين. مساء الفل استاذ كريم. مساء الفل عليك وعلى كل المشاهدين، زي حضرتك الاخبار؟ هو احنا ليه شاطرين قوي كده في الاسكواش وبنخيب في كره القدم ومش عارفين نطلع كاس العالم؟ لا خلاص، احنا كاس العالم في الاسكواش ان شاء الله. دي بطوله مفضله، وده طبعا راجع في المقام الاول والاخير الاهتمام اللي قاعدين انفسهم واسرهم، ده انجاز يحصل ليهم هم، لعيبه الاسكواش ولاعبات الاسكواش يعني بيتحملوا ما لا يتحمله احد، ويعرفوا يستعدوا كويس. يعني ده ليس له علاقه بالاتحاد ولا اي حاجه، ده بطوله شخصيه. دي لعبه فرديه في المقام الاول والاخير. طبعا الاتحاد برضه له دور كبير في البطولات المجمعه، برضه في البطولات الجمهوريه اللي بتاهل، دعمه برضه ومساعده. بس عايز اقول لك يا استاذ كريم، احنا عندنا العاب فرديه كتير وما بنوصلش فيها للنهائي. يعني لا، احنا طبعا الاسكواش ده ظاهره يعني حاجه مفخره لمصر، مفخره لكل الرياضيين، حاجه تشرف مصر لما يبقى عندك 6 لاعبين من 10 في التوب 10 على مستوى العالم في الرجال، من اول كريم عبد الجواد طبعا، وبرده عشان حضرتك تبقى المعلومه والناس، كريم برده من اول شهر مايو هو المصنف الاول على العالم زي نور. يبقى عندنا كده نور وكريم. يبقى عندنا اول طبعا كان الشرباجي طبعا الفتره اللي فاتت دي كلها كان بطل العالم سنوات متتاليه برده ورا بعض كتير، قعد فتره كبيره جدا بطل العالم محمد شرباجي، لكن للاسف يعني ما حلفوش التوفيق في بطوله عالم.
كريم ان شاء الله برضو يعني طالع بقوه الصاروخ كريم عبد الجواد باذن الله، ومعاه برضو علي فرج، ومعاه مروان شرباجي، مروان رقم 5، علي رقم 6، شرباجي طبعا رقم 3 على مستوى العالم، وبرضو وان كان هيرجع برضو الفتره الجايه ان شاء الله. ان شاء الله. انا 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 بشكرك الناقد الرياضي استاذ كريم ابو حسين، وخبر نحتفل بيه النهارده. في الوقت بقى اللي نور فازت ببطولة العالم للسكواش، رحنا إلى قصر الأميرة نعمة بالمرج. ده اسمه قصر الرؤساء، قصر بنيته الأميرة نعمة من الأسرة المالكة المصرية، قصر زاره الملك فاروق، قصر تناوب عليه حكام مصر وزاروه. الجيش كان بيحرسه لحد 1990، وبعد كده الجيش رفع إيده عن حراسته أيا كانت الأسباب. القصر ده تحول إلى وكر مخدرات ودعارة و و و. أين وزير الآثار؟ أين وزير الثقافة أيضا؟ تعالوا نشوف هذا التقرير عن هذا القصر. من استراحة للرئيسين جمال عبد الناصر وأنور السادات، ومنفى للرئيس محمد نجيب بعد فرض الإقامة الجبرية عليه من قبل قيادة ثورة 23 من يوليو، إلى مقلب قمامة ووكر للخارجين عن القانون. هكذا تغير الحال بقصر الأميرة نعمة حفيدة محمد علي. كاميرا المصري أفندي 360 رصدت آخر ما آلت إليه الأحوال في القصر، آثار لتعاطي وتجارة المخدرات وملابس داخلية تشير إلى وقوع جرائم دعارة واغتصاب في هذا المكان التاريخي. ده اغتصاب، طالما دم من تحت الفستان يبقى اغتصاب. دي فين؟ اغتصاب طفلة. على فكرة في منية هنا على طفلة. في منية هنا على يا حاج وقلب عصير. هي واحدة. في منية على النص هنا. ممكن احنا بنطالب ان حد يجي ينقف في الحتة دي ويعرف اللي موجود تحت هنا في الفحت ده. دماء على ملابس لا صاحب لها، ربما تروي عن جريمة بشعة وقعت هنا بعيدا عن أعين الحكومة التي أهملت واجبها، فتحول المكان الأثري إلى وكر للبلطجة والجرائم. شهادات مرعبة ومخاوف لدى الأهالي في المناطق المجاورة للقصر مما يحدث فيه بعد أن تحول بؤرة لجلب الرعب والأذى. ده دواء كحة موسع للشعب الهوائي، بيستعملوه جماعة المدمنين يقوموا بأعمال الإجرام ويعملوها داخل القصر ويرازوا أهالي المنطقة. حقن يعني؟ دي حاجة من الحاجات اللي هي بيشربوها من الجدول المخدرات. قصر الأميرة نعمة ملك للأميرة نعمة طلة توفيق ابنة الخديوي توفيق، تحفة معمارية نادرة تعرضت لجريمة الإهمال، وتحولت حديقته الممتدة على مساحة 25 فدان إلى مقلب للقمامة ومدفن للحيوانات النافقة بعد أن تم نهب كل ما له قيمة تاريخية أو مادية في القصر حتى بات عرضة للانهيار. معايا على التليفون الحاج هاني عبد الرازق من سكان المرج، ويحدثنا عن إيه اللي بيحصل في هذا القصر. أهلا بيك حاج هاني. أستاذ محمد أهلا بحضرتك. قصر الأميرة نعمة أنت طبعا عديت عليه وعارفه وشايفه. أستاذ محمد بعد إذن حضرتك اتفضل. في إيضاح بسيط بس كده أنا عايز أقول لحضرتك عليه، وربنا يبارك فيك وفي قناة القاهرة والناس اللي مساندانا دايما على طول في المرج، يعني فعلا دي حقيقة. يعني الحاج هاني عبد الرازق معاك، ربنا سبحانه وتعالى أنعم علينا من ساعة الفوضى من 2011 وإحنا تولينا بفضل الله مجموعة شباب من المرج، ما شاء الله ما شاء الله، وقدرنا ان احنا نحافظ على المكان دوت الفتره دي. لما اشتغل الامن استلم كلنا انسحبنا خلاص. انت بتتكلم سنه كام بس؟ اديني سنوات يا حاج هاني. انا 2011 فضل معانا من 11 لحد 2013. نعم. في حراستنا احنا كرابطه شعبيه، تمام؟ طيب هو حاليا من 2013 لحظه بس، من 2013 ل 2017 مين اللي بيحميه ويحرسه؟ ما فيش اي حد يا استاذ محمد. طب ايه اللي بيحصل في القصر ده؟ بص يا استاذ محمد، وصلنا لايه؟ تقطيع التذاكر البودره جوه، تقطيع الحشيش جوه، تجارب السلاح جوه، اغتصاب ياخد البنت يخش من الباب ده يكسر ويخرج من الناحيه الثانيه جوه. وخدنا التقرير مع الاستاذه الجريئه الاستاذه فاطمه طارق الجريئه. نعم. نزلت البدروم وصوروا، وبعتذر على اللي انا قلت دلوقتي، لو كنت انا اخطات في حاجه، بس تحت عندك اوض دعاره، تحت عندك في فستان بتاع طفله لقيناه، وده شكل يعني مفيش حراسه خلاص دلوقتي.
كمان الأدل. ما بعتوش شكاوى؟ مش عندك نواب في البرلمان يعني ايه؟ ما في يا سيدي الفاضل. النواب نفسهم عملوا ما عليهم. احنا بنتكلم دلوقتي امنيا، حتى اسم المرج ما يقدرش يغطي يا استاذ محمد. بس ده كده ممكن الناس دول، في ناس تتقتل يعني، حاجات كتيره تحصل. مدفون ناس جوه يا استاذ محمد. لما تيجي تبني يا استاذ محمد هتشوف. اما يجي يفحط يا استاذ محمد الاسم ما يقدرش يغطي المرج الغربيه كلها. مستحيل مستحيل. احنا عايزين اسم تاني عشان خاطر يقدر النض. احنا عندنا بلوه، احنا عندنا الحقنة بقت في المرج بحلبة السجاير البودرة يا استاذ محمد. انت جنبك مدرستين يا استاذ محمد، تلت الشباب اللي فيها اتضرب بالادمان وبياخد في القصر جنب منه السرنجة جوه. يا استاذ محمد انت بتتكلم في ارهاب دولي، ارهاب دولي. البودرة بقت ب 30 جنيه النهارده السرنجة، وياخدها في الشوارع يا استاذ محمد. في رعب. الاهالي حوالين القصر ما بتخرجش اطفالها بالليل. خلينا ناخد منك هذه الصرخة للسيد وزير الداخلية، وكان الله في عونه. نعرف حجم المسؤولية بعد الأحداث الإرهابية، لكن نتمنى أن يكون هناك موقف صارم من وزارة الداخلية تجاه قصر الأميرة نعمة بالمرجة الذي تحول إلى وكر لكل الموبقات. دعارة تلاقي، مخدرات تلاقي، قتل تلاقي. يعني خلونا نطلع فاصل قصير، ولازم نطلعه، وبعد الفاصل أرجع أكمل بقية فقرات البرنامج.